السلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نقدم لكم واحد المائدة اللي حضرتها للضيوف ديالي، اللي هما الوالدين ديالي والاهل ديال الزوج ديالي، غادي يفطروا هاد النهار عندي. المهم حضرت هاد المائدة هادي، هانتوما شنو درت فيها. المهم هنا في الصندوق ديال لا طابل درت هنا البريوات ديال الحوت، البريوات ديال الدجاج، راكم عارفين دابا نخليكم في الصندوق هو الطريقه اللي كيفاش غنصوبوهم. هنا حضرت لاصالات، هنا حضرت كتوكه، درت هنا التميرات، سلو درتو حطيتو بهذا الشكل هذا، حضرت كذلك القطبان ديال اللحم، حضرت كذلك العصير. هنا العصير حضرته بالخوخ، الشهديه، المشماش، الموز وعصير البرتقال. هنايا درت تكتوكه، الشباكيه. المهم صافي هادشي اللي حطيت هنايا، صافي هادي المائده ديالنا هاد النهار، الشاي المغربي اللي ما كيخطاش من المائده ديالنا. هذه هي المائده ديال هذا النهار. الا بغيتوا تعرفوني كيفاش كنحضرها خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا المراحل معايا بالتتابع. يلا فرجه ممتعه، والا عجبتكم لا فيديو خليوا لي لايك وتشتركوا الا كنتم مازال ما مشتركينش، ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله وفرجه ممتعه. البنات دابا اول حاجه غادي نبدا. دابا انا دخلت الكوزين، ها انتما كما كتشوفوا الخضره ها حدايا. اول حاجه يعني انا اليوم كما قلت لكم عندي ضياف، يعني غادي يجوني المائده الافطار، وغادي نقصروا ان شاء الله مجموعين. راه كما كتعرفوا عندي الوالدين ديالي وغيجيو الوالدين ديال الزوج ديالي. والمهم دابا اول حاجه درتها هي جمعت الدار، الصاله، البيوت، ومهم قديت كل شيء باش هكذا ندخل الكوزينه وانا بالي مرتاح. لان فاش كندخل الكوزينه وكتكون عندنا الضربه قمرونه كنبقاو حتى دماغنا كيبقى مرون، وكنبقاو نضربوا هنا ضرب هنا ضرب هنا، وكنبقاو نستريساو. من الاحسن جمعوا الدار وجمعوا كل شيء وقدوا المسائل وعاد دخلوا الكوزينه وتكونوا مرتاحين. انا حتى جمعت الدار، جمعت البيوت، جمعت الكوزينه، قلت لما عند داكشي اللي بقى لي السحور واي حاجه نظمت الكوزينه وعاد بديت كنخدم باش هكذا القضيه تكون عندي كل شيء نقي، كل شيء مقاد كما كتشوفوا. صافي اول حاجه درتها بعدا قبل ما تبداو هاد العزومه ديالكم، كانت سواء كانت في رمضان او خارج رمضان، دائما ديروا ورقه وستيلو. انا درت هنا ورقه وستيلو، ودرت بانني غندير كندير المنيو ديالي شنو غادي ندير باش هكذا ما كانت برزت شو كنعرف راسي شنو غادي ندير في يعني في المائده ديالي، وكنظم العمل ديالي وكنخدم مرتاحه. والحاجه اللي كملتها كنضرب عليها كنقول صافي راني كملتها. دونك مثلا غادي ندير اليوم ان شاء الله غادي ندير لا سوب غادي ندير واحد لا سوب ديال البروكولي بالكفته والمهم الخضر. غادي ندير واحد البريوات، اما غادي ندير البريوات ديال الجبن مع لي زيبيناغ، اولا غادي ندير ديال الحوت وداك الدجاج اللي شفتو معايا في لا فيديو ديال البريوات ديال الدجاج وديال الحوت اللي درت لكم في اول ديال رمضان. غادي ندير لا سالاد بيان سور، غادي ندير فيها المايس يعني الخيار، لا طوماط، المهم داكشي راه نتاع الكبيره درت لي بوانتي باش كنعرفوا ان بزاف الحوايج واخا ما قيتهمش راه باينين شنو غندخل في لا سالاد. غندير دي بروشيت ديال اللحم، وغادي ندير تكتوكه، وخلاص العصير ديال الاورانج مع لي فخوي. هنايا خلاص الشباكيه التمر راني قيت كلشي. هنايا لوديني درت لوديني ولا السحور، غادي ندير الدجاج مشرمل بلاصوص باربيكيو. هنايا راني قيتها هنايا، هذا هو البلون اللي كنحط حدايا وصافي، وكنبدا الخدمه ديالي. لا سوب كما قلت غنصوب نوجد داكشي ديال لا سوب هو الاول. قطعت لها البوري ولا البوار ولا الكرات، قطعته. قطعت البصله الخضاريه، قطعت لها الجزر اللي غادي نستعملو، ها نتوما المهم قشرتو باش هكا كنحيد الازبال من قدامي، كيبقى لي لو بلون دو طرافي كيبقى لي نقي، وهكذا كتجيك الخدمه زوينه يعني كتستمتع بالخدمه ديالك، ماشي ملي كتكون الدنيا مرونه حداك وما كت. المهم قطعت الجزر بهذا الشكل هذا، قطعت القريعه على هذا الشكل هكا مربعات، قطعت البطاطا على هذا الشكل، والبروكولي حيدت له هاد العريشات هادو وهاد الوريدات هادو ودخليتو في الماء. المهم هادي هما القوام ديال لاسوب هادو، بلا عاد العطريه اللي غادي نضيف ليها. تكتوكه خديت الفلفله العاديه خضراء كما كانت عندكم، انا هادي خديتها من عند الاتراك حيت لها الزريعه ديالها وقطعتها بهذا الشكل هذا. المهم عشوائيه كتقطع يعني ماشي شي طريقه معينه، ممكن كتقطع طريفات صغار. قطعت لها لا طوماط ديالها، قدرت انا واحد جوج حبات ديال مطيشه كبار، قطعتهم عاود كذلك مربعات بحال هذا الشكل هذا. هنا نوريكم الطريقه كيفاش غندير التكتوكه ديالي. بقى لي دابا اللحم، وهادو دابا لي بروشيت ديال اللحم،
يعني القطبان ها انا يعني المهم هادو خلاص قطعهم لي الجزار فشريتهم، قلت له زعما يقطعهم لي هكا على شكل بروشيت كيديرهم قادين، وكتهنا لك الثمره ديال الضرعه تقطع زعما هكا. غسلتهم مزيان وصافي قطرتهم ودرت لهم الشرموله ديالهم، اللي الشرموله العاديه اللي كتعرفوها البنات المغاربه كاملين كيعرفوا هاد الشرموله هادي، البصله محكوكه، المعدنوس، الملحه، الابزار، شويه الكمون، شويه التحميره، شويه ديال الخل، واحد معلقه ديال الخل باش هكا كيترقدوا كيفتاو ملي كطيبهم، كيجيو فتيين ما كيجيوش قاصحين. وصافي والعطريه المهم عاديه ديالنا كامله من غير سكينجبير. المهم درت لها شويه الخرقوم، السكينجبير هو الواحد اللي ما كديروش. صافي وخليتهم هكايا، كنسد عليهم هاد لابواط هادي وكنخليهم كيترقدوا، كنردهم للثلاجه وكنخليهم كيترقدوا باش حتى العشيه ان شاء الله عاد نشويوهم. بالنسبه للدجاج هنا عندي الفخيضات ديال الدجاج والجنيوحات، هادو غنديرهم بلاصوص باربيكيو، غادي نبان نوريكم كيفاش غادي نشرملهم وغادي نديرهم في الفران. دونك البنات هادو هما التحضيرات الاوليه ديال هاد مائده الافطار. المهم غادي اللي غادي نطيب غادي نطيبها دابا، واللي غتشرمل غتشرمل دابا، وغادي يبقى لي باش نشوف عاوتاني البقيه ديال المسائل اللي غادي نحط فوق المائده الافطار. غادي يبقى لي الشكرب ديال البريوات، غادي نحاول نوجد الشرموله ديال البريوات. المهم ونتلاقاو باش تشوفوني شنو حضرت. دابا غادي نشرمل الدجاج، يعني قبل ما نبدا في التكتوكه وفي لاسوب غادي نشرمل الدجاج ديالي. راني قلت لكم غسلته بالطريقه العاديه، الملح الحامض الخل، وغسلته مزيان وقطرته. غادي نشرملو هاد المره بهاد لاصوص باربيكيو، كتجي غزاله. بغيت نغير شي شويه، عندي زعما بزاف ديال الشرمولات اللي كنشرمل بهم هكا الدجاج اللي كنطيب في الفران، وهاد المره بغيت ندير لاصوص باربيكيو مع دابا كما كتعرفوا شويه ديال الاجواء ديال فصل الصيف مع فصل الربيع، كيبغي الانسان يدير هكا شي حويجه اللي زعما كتعطي يعني كتوحي لنا بالصيف. وغنشرملها بهاد لاصوص هادي وصافي، وغادي نحطها حتى ترقد في الثلاجه ونبدا في تحضير ما تبقى. غادي ناخذ واحد الصحن كبير بحال هكايا، غادي نخوي فيه الدجاج هذا ديالي، نخوي هاد لاصوص هادي، غادي نخلطها مزيان مزيان. غادي نحاول نستعمل يدي باش تخلي الشرموله مزيان في هذا، يعني هاد لاصوص تخلي في هاد الدجاج. وصافي نردها للابواط اللي كانت فيها، نسد عليها وندخلها الثلاجه باش تبقى محافظه على الطراوه ديالها، وفي نفس الوقت كتشرب هاد لاصوص هادي. خديت هكذا، غادي نبدا يعني اللي طيبتها نحيدها هي باش نتهنى. غادي هادي هاد الطاوه غادي نطيب فيها لاصوب، وهادي غادي نطيب فيها تكتوكه. دونك اول حاجه غادي نبدا، غادي نحط هاد الفلفله اللي قطعناها هاد الشكل هذا، كنستفها هكايا بحال هكا. كناخذ لا طوماط ديالي اللي قطعت كنحطها من الفوق. هاد البنات الطريقه هادي الا جربتوها زوينه وكتجي غزاله في المذاق وسهله بلا ما كتشويو الفلفله. هي الطريقه ديال شويه ديال الفلفله هذيك طريقه بوحديتها يعني رائعه حتى هي، كتحمقني حتى انا داك النسمه ديال الشويان. ولكن هذه الا كانوا واجع عندكم ديفلوب بغيتي تشهيتي تكتوكه وديريها يعني بدون عناء بدون تمر بدون حتى شي حاجه، كديريها الطريقه هذه. كما قلت لكم كديروا الفلفله الخضراء مثلا مقطع من الفوق، واحد جوج دريسات ديال الثومه من الفوق، كنزيد قزبور معدنوس هما ديجا عندي مقطعين، العطريه كندير الملحه، شويه الكمون، هانتوما تشوفوا الكميه ديال الكمون قليله باش ما كتجيش مزفره، ومعلقه ديال التحميره اولا تحميره بودره. صافي كنخوي الزيت، زيت البلديه بطبيعه الحال ولا زيت الزيتون، واحد الكميه لان هاد التكتوكه كتبغي شويه الزيت الزايد. صافي وكنخليها كتشحر، كنخليها بهذا الشكل هذا حتى كتبقى داك الفليفله كتهبط، ومن بعد عاد كنحرك مزيان مزيان، ومن بعد عاد غادي نزيد فيها واحد شويه ديال هاد لاصوص طوماط اولا مطيشه بحال كتلقوها في شويه ديال الماء وكتضيفوها. هنا درت عاوتاني هاد الطنجره هادي، وغادي ندير فيها يعني داك البصله الخضاريه والبوارو اللي قطعت،
غادي نضيفهم على الشكل هذا وغادي نخليهم يتشحروا. غير كتبقى تهبط داك شويه غير باش ما كتجينيش هذه البصله هذه مزفره، غير كيتشحروا غير واحد شويه وصافي. وكندير المرق ديالي الكافي اللي غيطيب لي الخضر، وكنبدا نضيف العناصر ديالي. فاش كتهبط داك البصله كنخبط الماء سخون، كنكون ديجا طيبته صافي. وكندير الماء الكافي اللي غادي يطيب لي هذا هاد لاصوب هادي وصافي. وكندير الجزر، الجزر هو الاول كنديرو لانه كياخذ الطياب. غادي ديرو يعني الخضر ديالكم على حسب درجه ديال الطهو ديالها. الجزر كتعرفوا انه كياخذ لنا الطياب بزاف. هنايا في العطريه درت ابزار شويه نص معلقه صغيره، نص معلقه ديال السكينجبير، شويه ديال الملح على حسب الذوق، هنا واحد المعلقه ولا معلقه ونص ديال الكميزو بويو يعني داك الضامه ديال بحال الضامه ديال البنه بحال هكا الخضره هي هادي. غنديرهم هنا وصافي. غادي نخلي هادشي كيطيب وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. غادي نزيد واحد شويه الماء لان هاد الماء هذا ما كافينيش. غادي نزيد شويه المرق. هاد الكفته هادي هي غنزيدها في لاصوب في الاخر. درت فيها واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، وغنزيد واحد شويه ديال قول واحد جوج معالق ديال النشا اولا المايزينا. غادي نديرها وغادي نخلطها مزيان ونديرها كويرات، هي اللي غادي نضيفها في اخر ديال هاد لاصوب هادي صافي. دابا بقى لي غنزيد الصبانيخ. انا خديت هنايا الصبانيخ مجمده، هذه هي الباكيه ديالها الا بغيتو تاخذوها، هي بيو زوينه بزاف. ملي كتكون عندي طريه كندير طريه، ملي ما كتكونش عندي طريه كندير هذه اللي مجمده. واخا راه مجمده ولكن اللي غادي نطلقها في هاد لاصوص اللي كتكون سخونه غادي تطلق وغادي يتحل وترجع كلها وريقات، كتعطي واحد النسمه غزاله لهاد لاصوب هذه. كنتمنى انكم تجربوها صافي. ومن بعد غادي ندير دوك الكفيته اللي قلت لكم درت لها سكينجبير نسيت لي سميتها، يعني بحال المايزينا الناشا مع سكينجبير. كتكثروا لها شويه سكينجبير وكتكورها تحطوها هكا في اخر فاش كتكون طابت لكم صافي لاصوب، كتضيفوا لها هاد الكفيته كتعطي واحد المذاق حتى هي زوينه مع هاد لاصوص هذه ديال هاد الخضر كامله اللي متنوعه. وعلى فكره هاد لاصوب هذه راها يعني صحيه بزاف 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 وكتجي غزاله في المذاق صافي. ما بقى لي غير نحط دوك الكورات الكفته وها لاصوب ديالنا واجده صافي. في الاخير كنزيد دوك الكويرات ديال الكفته بهاد الشكل هذا صافي. وهلا الصوب كتكون واجده. كما كتعرفوا فيها الحوت منوع، فيها الفيغميسيل الفروماج، طريقه ديال بريوات الحوت اللي درت لكم في اول رمضان، وهذه البريوات ديال الدجاج مع الخضر. الا بغيتوا الطريقه راه غادي تلقاوها في اسفل الفيديو ان شاء الله. دابا نخلي لكم الروابط صافي. غادي نلفوها في الورقه العاديه ديال البريوات وصافي، ونخليوها ملي تقرب المغرب غادي ندخلوها الفران ان شاء الله. هادو البريوات هما صافي درتهم في الصحن ديال الفران، غادي ندخلهم الفران. هذا الدجاج بعد ما رقته في لاصوص باربيكيو درته هنا في الصحن ديال الفران، ودرت فرش له البابيغ من التحت وغادي نغطيه بالبابيغ هكايا. ومن بعد غادي ندير له بابي الومنيوم وغادي نغلقو مزيان مزيان وندخلو للفران وهكذا باش داك البخار ديالو كيرجع ليه كيطيب. ومن بعد فاش نبغي نحطو عاد نحيد له البابيغ ونخليه يتحمر واحد شويه. القطيبه هما يا صافي واجدين، يبقى لنا غير نشعل شويه ونشويوهم. هانتوما سلو كناخد هكا
كنديرو هكا بين يدي بحال كندير هكا بحال شكل تميره صافي، وكنزينها بواحد نص قرقعه بحال هذا الشكل هذا صافي، وكنحطها. دابا بعد ما ساليت من الكوزينه وجدت الاكل كله، مشيت للصاله وحطيت هاد لو شومان دو طاب فوق المائده اللي غادي نحط فيها الاكل، وجدت هنايا سليفات، حطيت طويت داك المنيدلات بهذا الشكل هذا، دوك لي سيرفيت، حطيت لي كوفير، حطيت هاد لي طويجنات هادو، حطيت هاد لو سونتر دو طاب، حطيت هاد لي زيتاجير هادو، هاد المعينات هادو كلهم الا بغيتو تعرفوني منين خديتهم غادي ترجعوا للاول لي اول لي درت في القناه ديالي، غادي تلقاو كل حاجه فين كاينه. دونك هذا هو الشكل المائده ديالي، بقى لي دابا غير نحط الاكل يعني منين كتقرب المغرب. هكذا جات المائده ديالي، هادو القطبان بعد ما شويتهم، هادو السلو اللي وريتكم كيفاش درت له، هنا التميرات، هادي تكتوكه كتجي كتحمق البنات، غير جربوها وشوفوا كيفاش غادي تعجبكم بزاف. هادو البريوات، هاد البريوات ديال الحوت، ولدي صافي راه بدا كياكل حيت ما بقاش صابر، قلتو انا كلهم مجموعين. هادي لاصالة درت فيها كل شيء منوع، المهم هذا هو الشكل النهائي ديال المائده ديالي، حطيت فيها كل شيء وبقات لي غير لاصوب، من بعد ان شاء الله عاد غادي نصبها يعني باش كتبقى سخونه. صافي هادشي التحضيرات اللي درت، يعني كل شيء داز في امان الله وحفظه، يعني بدون تعب بدون اي شيء، والتعب كما كنقولوا في وجه الحباب راحه، يعني درت هادشي وجدته يعني بكل فرح وبكل يعني بكل محبه وجدته العائله ديالي والاسره ديالي الصغيره. هادي هاد الشكل اللي ديال المائده ديالي، لا صوبت هي كتجي غزاله غزاله بزاف بزاف، وكنتمنى البنات نكون عطيتكم افكار باش توجدوا المائدات الافطار ديالكم. بغيت نتقاسم معكم هاد الاشياء اللي كدير، ربما توحي لكم باشياء، ربما تبدعوا نتوما اكثر مني، انا مجرد بغيت نقتسم معكم هاد الشيء. هادي غتكون اخر مائدات افطار ان شاء الله في هاد الشهر الكريم، والعقبه ان شاء الله الى رمضان المقبل ان شاء الله، وتكون افكار يعني تكون جديده، وتكون نعطيكم احسن واحسن واحسن من هاد الشيء اللي عطيتكم. كنتمنى البنات هاد الافكار تكون فاتكم ولو غير بشويه، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد. صافي بالنسبه للسحور، هذا هو الدجاج، بغيت نصور لكم غير كيفاش كيجي الشكل ديالو والمنظر ديالو رائع والمذاق اروع. هنا كنت مازال ما حطيتش لاطاب ديال العشاء، عاد كنت وجدت لي سالاد وداكشي اللي غادي نحط اللي غادي نترافق معاه، بغيت نوريكم غير بعجاله، جربوا البنات الطريقه ديال هاد الدجاج بالباربيكيو غادي تعجبكم. وما بقى لي نقول لكم غير بالصحه والراحه الا وجدتوا هاد الافكار هذه، وبسلام عليكم والى مائده افطار قبيله ان شاء الله، خليتكم على خير.